صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه وسلم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة المرقة العدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب تحفة الأحوال بشرح جامع الكرمان للإمام المبارك الولي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أمين، تكملة الأحاديث الواردة في الباب 20 في مناقب سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه عليه السلام رضي الله عنه وارضاه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلميته الى يوم الدين، من الكتاب 43 كتاب المناقب من المتصل على مشايخنا جزاهم الله عنه خير الامام الترمذي في جميع الحديث 41 بعد 703 آلاف. يقول: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن شعبه عن ابي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بسد الابواب الا باب علي. قال ابو عيسى، يعني الابواب المشرفه على المسجد، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لم أعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قوله: حدثنا إبراهيم بن المختار الرازي عن أبي بلج، بلج بفتح موحدة وسكون لام بعدها جيم الفزاري الكوفي ثم الواقفي الكبير، اسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم أو ابن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من الخامس، عن عمرو بن ميمون الأودي قوله: أمر بسد الأبواب أي مفتوحة المسجد إلا باب علي، ولذا قال: لا يحل لأحد يذنب في هذا المسجد غيره وغيره. قال في اللمعات: حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع، وقال: وضعت الرواتب في معارضة حديث أبي بكر، ورد الشيخ ابن حجر عليه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقال يعني هو ابن الجوزي كان احيانا كثيرا من شده يعني وقوفه ضد الرواقب كان ياخذ يعني موقف النواقض شويه من كثر ما هي عايز يعني يعادي النواقض الرواقب يعني يغالي في النص، كما حدث لابن تيميه. ابن تيميه برضه في كتابه من اهل السنه كان بيرد على الرواقبي واحد من الرواقب، علشان يغيظوا يقوم يبتدي يعز سيدنا علي. طب وليه يعز سيدنا فاطمه؟ طب ليه؟ هو بالغ نعمله بمبالغته والنقش، لكن ليه يعز فيه؟ زي ما بيحصل برضه من بعض اتباع ابن تيميه الان من السلفيه، يجي مثلا بعض جهله الصوفيه بيعملوا تصرفات لا تليق عند ابرحه الاولياء، يقوم يشتم في الوالي. طب انت بتشتم في الوالي ليه؟ طب ما الثاني جاهل. الوالي ذنبه ليه؟ الوالي قال لهم انت فنفس الجرأة هي توارثوها من كثر. يعني المفروض ان الانسان لما يجي يناقش شيء يناقشه بطريقه علميه وبهدوء نفس وبدون عصبيه علشان ما يؤذيش حد بريء والا تبقى مشكله. حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع وقال: وضعته الرواقب في معارضه حديث ابي بكر، ورد الشيخ ابن حجر عليه وقال: لحديث علي طرق كثيره بلغت بعضها حد الصحه وبعضها مرتبه الحسن، ولا معارضه بينه وبين حديث ابي بكر، لان الامر بسد الابواب وفتح باب علي كان في اول الامر، والامر بسد الخوقات الا خوقه ابي بكر كان في اخر الامر في مرضه حين بقي من عمره 3 أو أقل، انتهى ما في اللمعات. قلت: اراد بالشيخ ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد ضبط الحافظ الكلام في هذا في فتح الباري في المناقب، وقد تقدم تلخيصه في مناقب ابي بكر. هو كان في الاول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن الفراغ وحواليه بيوت اهل المدينه. فكان كثير من اهل المدينه يعمل باب يدخلوا على تحت المسجد على طول. كويس؟ علشان ايه؟ يحضر الجماعه يتوضا بيته ويروح داخل على طول على المسجد بدل ما يخرج ويلف. كويس؟ فكان في بيوت كثيره تقطع على بيت، فصار بيت المسجد النبي ممر لاهل بقى البيوت دي رايحين اليه، وقد تمر فيه الحجر وقد تمر فيه الاطفال ويلعبوا
ويؤذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بغلق هذه الابواب جميعا حتى ينضبط المسجد للمصلين ويقل فيه الحركه اثناء اليوم. كويس في الاول الا بس سيدنا علي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر كان ليه بابين، كان بيته بقى كان ليه بابين، باب بيفتح من بره يعني يخرج على خارج المسجد، وليه باب ثاني صغير سموه خوخة يفتح على ايه؟ على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته بعض الصحابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقفلوا الابواب فتحوا خوخات عشان يمر للصلاه، لكن الامور العاديه في اثناء اليوم يخرج ويطلع من الباب الثاني. كويس؟ فلما فتحوا الخوخات يعني باب صغير بجانب باب ثاني خارج المسجد لما امرهم بسد الابواب، فبقت فيه بعض الخوخات مفتوحه في المسجد تمام بما فيها سيدنا ابي بكر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم امر بسد الخوخات ايضا يعني ابواب الفرعيه الا خوخه ابي بكر، علشان كان سيدنا ابي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيامره انه يصلي بالناس بدام، ولما يبقى هو امام يبقى يدخل من الخوخه دي على طول على ايه على الصف الاول يهم الناس في مرض الوفاه. وهذا الامر كان متاخرا بسد الخوخات، كان متاخرا في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش تعارض ولا تناقض ولا الحكاية بسيطة لو نفهمها كده بهدوء، لكن لما تخش في الأحاديث وأنت متعصب لرأي تبص تلاقي المعاني في كده تصمم. أهم حاجة تخشش في الحديث وأنت متعصب لرأي الأول، خليك كده مع الحق. فنسأل الله أن يجعلنا مع الحق. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال أخبرني أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه اللي هو سيدنا الحسين يعني عن جده اللي هو سيدنا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال أبو حنيفة هذا حديث حسن ومغيب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. قول حدثنا علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين علي بن جعفر علي ده اللي هو يسموه علي الرضا مدفون هناك في يعني بين بغداد وسامراء في الطريق من بغداد لسامراء اللي هي المدينة اسمها سامراء هناك في مقام كبير اسمه مقام سيدنا علي الرضا الحمد لله له الصفة لله. فده سيدنا علي الرضا علي بن جعفر ابن محمد جعفر ده اللي هو جعفر الصالح. كان سيدنا علي الرضا ده اخو ستنا عائشة المدفونة عندنا في مصر، اخو ستنا عائشة اللي هي برضه بنت سيدنا جعفر جعفر الصالح ابن محمد اللي هو الباقر ابن علي اللي هو سيدنا علي بن العابدين اللي هي امه بنت كسرى ام شروان تزوجها سيدنا الحسين وسماها ايه؟ وسماها فاطمه على اسم امه دي بنت كسرى ام شروان لما اسلمت وكانت اجمل نساء فارس كانت ها؟ ها؟ اسلمت هذا هو اتجوز الرباب واتجوز كذا واحد سيدنا الحسين اتجوز كتير لكن معظم اولادهم النساء الثانيين ماتوا في ايه في كربلاء معاه ذبحوا معه في كربلاء ما لم يبقى الا سيدنا علي بن العابدين وحده هو ده اللي الناس ايه سيدنا الحسين حفظ من خلاله لانه كان مريض وسنه صغير وكان جالس مع عمتي فلم يقتله فاسر مع ايه مع النساء. المهم سيدنا فاطمه دي بقى اللي هي زوجة سيدنا الحسين اللي هي بنت كسرى ام شروان مدفونه هنا في مصر مسمينها ام الغلام ورا سيدنا الحسين. فهمتني بقى دي بنت كسرى ام شروان زوجة سيدنا الحسين. هي دي ام الغلام؟ هي دي ام الغلام ليها مقام ده. جنبها مقام ثاني لفاطمه النبويه اللي هي بنت سيدنا الحسين من الرباب تم بنته الثانيه من زوجه ثانيه على اسم امه. يبقى سمى احدى زوجاته على اسم امه وسمى احدى بناته على اسم امه.
فالثانية اسمها فاطمة النبوية اللي هي جنبها برضه، فتلاقي دي فاطمة ودي فاطمة، واخد بالك؟ فاطمة دي بقى اللي خلفت من سيدنا الحسن من سيدنا ايه؟ من سيدنا الحسن المسمى، تزوجها ابن عمها، ابن سيدنا الحسن، وسيدنا الحسن انجب الحسن المسمى، تزوج سيدنا فاطمه النبويه سيدنا الحسين، انجب مين؟ عبد الله المحض اللي هو مدفون في الشيخ ريحان، تيجي عبد الله المحض، خدت بالك؟ اسمه المحض، الناس تقول لك المحض، لا هو المحض، سيدنا عبد الله المحض اللي هو من سلالته سيدي عبد القادر الجيلاني ومرزوق الكفافي وسيدي العفيفي وغيره وغيره، خدت بالك؟ فيعني المهم هنا ده سيدنا علي زين العابدين، فكان اجمل العرب مين؟ سيدنا حسين من شبه بالنبي، واجمل فارس مين؟ امه، فكان هو اجمل اهل عصر سيدنا علي زين العابدين، من حيث يقول لك جمع جمال العرب وجمال فارس سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه. وسيدنا بقى عبد الله المحض حسن حسين، فهمتني بقى؟ جمع النسلين، لانه ايه؟ من جهه الاب حسن ومن جهه الام حسين. فده بقى سيدنا علي زين العابدين اللي مدفون هنا في مصر. فمدام سيدنا علي زين العابدين ده واحد من ابنائه وليس هو نفسه، سيدنا علي زين العابدين نفسه ايه؟ ده مدفون في المدينه المنوره في مقابر آل البيت في البقيع، سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه بعد كده لما استقر الأمر بأهل مصر هنا وسكتنا زينب قعدت في مصر، هو ترك عمته وعاد للمدينة، وجلس في مدينة جده صلى الله عليه وسلم، واستقر الأمر هناك وكان يحج باستمرار إليه يحج ويعبد الله، وترك بقى موضوع السياسة وبعد عن كبر مخه وساب الجماعة اللي هم معادين لآل البيت وما لهمش دعوة، وكان متصدق ويدخل اليتامى والارامل وغير ذلك. ده سيدنا علي. سيدنا فاطمه النبويه من سلاله سيدنا الحسين، مش هي المباشره. اسمها ام الايتام، ام اليتامى. اللي هي في الاخر الدبره، بقى اكدبهم. اصل هم كانوا بيسموا اسمائهم شبه بعض، جيل عن جيل كده، جيل عن جيل، فتلاقي ايه دي من جيل ثاني، بس هي من السلاله برضه. خدت بالك ازاي؟ أم الغلام بقى اللي هناك دي هي بقى إيه؟ عندك فاطمتين، فاطمة اللي هي زوجة سيدنا الحسين مدفونة بجوار، وعشان كده لما حبوا ينقلوا الرأس الشريفة رأس سيدنا الحسين نقلوها هناك ليه؟ عشان يبقى بجوار زوجتين، لأن هو كان أكثر محطوط عند أثر النبي، وكده لا يمكن لا هم دفنوا أصلا رأسه هناك، لما جم بقى ينقلوا آثار النبي اللي هو سيف النبي وكده نقلوه في الحجرة بجوار سيدنا عشان تجتمع كلها. لكن هو سيدنا الحسين اكثر من تكون في كلمه دي بجوار زوجتي، يعني هي دفنت بجواري. الناس العوام بقى يقول لك ام الغلام دي كانت واحده ست بتغسل ومش عارف ايه، ولما جم عشان يبحثوا عن راس سيدنا الحسين كان في حجرها، اساطير الاولين بقى الكلام ده، وكان في حجرها ابنها وكان قدامها قشط الغسيل وكان معاها بقى ايه راس سيدنا الحسين، فبيقولوا لها اين الراس وهي مغطياها؟ فراحت ذبح ابنها وراحت اديته راس ابنها، فخدوها ومشي وسموها ام الغلام. دي كلام العوام المصريين، فهمت ازاي؟ لكن الحكايه مش كده خالص، قصه عوام، ويقعدوا عاملينها على القصير ويعملوها مواويل وبالغضابه ويقعدوا يغنوها، ده شغلانه يعني. فده سيدنا علي بن الحسين، سيدنا علي بن العابدين، من الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي العلوي اخو موسى مقبول. أخبرني أخي موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي يعني علي ده أخو موسى، موسى ابن جعفر، سيدنا جعفر ليه موسى ولي علي، موسى ده اللي هو موسى الكاظم صاحب الساحة القرنية في بغداد المشهور، سيدنا موسى الكاظم ده بيعملوا له هناك مولد كبير قوي في بغداد، بيقولوا من إيران بالملايين في المولد بتاع سيدنا موسى الكاظم من قبل صدوق عابد عن أبيه جعفر بن محمد المعروف بالصادق، عن أبيه محمد بن علي المعروف بالباقر، عن أبيه علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، قول وآباهما
أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وأمهما أي فاطمة رضي الله عنها. يعني إسناد يعني يبرئ الأكمل. قوله وأباهما أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمهما أي فاطمة رضي الله عنها كان معي في درجاتي يوم القيامة فإن المرء مع من أحب. قوله هذا حديث حسن غريب وأخرجه أحمد. وعنه به قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من صلى علي يعني كان يقول أول من أسلم. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد. وأبو بلج اسمه يحيى بن سليم. وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم أول من أسلم أبو بكر الصديق وقال بعضهم أول من أسلم علي وقال بعض أهل العلم أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين وأول من أسلم من النساء خديجة. قول أول من صلى أي أول من أسلم من الصبيان. علي لما الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج لا كان المسلمين بيصلوا قبل الفريضة بتاعت 5 فرائض دي مع بداية البعثة بس كانوا بيصلوا صباح ومساء صلاتين بس صلاة صباحية وصلاة مسائية ده في الأول خالص من بداية البعثة. وبعد كده لما فرضت الصلوات الخمس المعروفة الوقت في الإسراء والمعراج صارت بعد ذلك الصلوات الخمس المعروفة. قوله أول من صلى أي أول من أسلم من الصبيان علي أي ابن أبي طالب. وفي رواية أحمد عن زيد بن أرقم أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار قال سمعت زيد بن أرقم يقول أول من أسلم علي. قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فأنكره فقال أول من أسلم أبو بكر الصديق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد. قول عن عمرو بن مرة الجمالي المرادي أول من أسلم علي. وفي رواية أحمد في مسنده أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. وفي أخرى له أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فأنكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق اللي أنكر كده من إبراهيم النخعي. لا وجه للإنكار فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وعليا أول من أسلم من الصبيان. قول هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد. قول أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد بفتح التحتية الأولى وكسر الزاي وسكون التحتية الثانية وبالدال المهملة وكذلك بالتقريب وتهديد التهديد والخلاصة. وقع في النسخة الأحمدية وغيرها طلحة بن زيد بفتح الزاي وتكون التحتية وبالدال المهملة وهو غلط وليس في جامع الترمذي راوي اسمه طلحة بن زيد. وطلحة بن زيد هذا هو أبو حمزة الأيلي بفتح الهمزة وسكون الياء مولى الأنصار نزل الكوفة واتقوا النسائي من الثالثة. لكن اللي هنا طلحة بن يزيد مش طلحة بن زيد. وعنه هنا يعلمك الدقة أن الأمة المسلمين حفظت أسانيد وكلام نبيها والقرآن بسبب هذه الدقة. يعني ينشئوا علم كبير اسمه علم الأسماء واسم المبهمات واسم المتشابه من الأسماء واسم الأخوات والإخوة اللي هم بيروا عن بعض واسم مش عارف مين وينشئوا علم ثاني اسمه المواليد والوفيات عشان ده اتولد سنة كام وده مات سنة كام وده علشان يعرفوا المعاصرة ويعرفوا ده عاصر ده ولا لا. يعني عملوا حوالي 12 علم حوالين الرواة علشان يحفظوا الأسانيد عشان يحفظوا ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش امه عملت كده على فكره مع النبي. مفيش امه ابدا لا اليهود يعرفوا يقولوا قال سيدنا موسى ولا المسيحيين يعرفوا يقولوا قال سيدنا عيسى. ابدا ما حدش يعرف يقول كده باسناد. كلها اساطير كل كتبهم صارت اساطير لا اسناد لها. اذا ثبت عندنا حديث بثبوت التوراه عندهم نعتبره حديث موضوع منقطع لا يقرا لان للاسف أقدم إنجيل على الإطلاق بينه وبين سيدنا المسيح 200 سنة 200 سنة مجاهيل فضلا عن إنه ترجم مئات المرات وكل ترجمة بتغير المعنى فكأن المعاني تغيرت مئات المرات فما ينفعش لولا إن ربنا قال لنا في القرآن إنه أنزل إنجيل كنا أنكرنا إن ده كلام الله أصلا.
لكن الانجيل اللي في ايديهم ده مش هو اللي ربنا قال عليه، لان ما نعرفوش. ربنا لم يتكفل بحفظه فضاع مع الاجيال، جيل عن جيل ضاع وانتهت الامه. فالحمد لله الذي حفظ هذا الدين فصار جنة كانه نبي مقيم معنا، مش محتاجين نبي ثاني. نبينا ما زال مقيما معنا يكلمنا، وما زال الله يوحي الينا بالقران ليل نهار، نسمعه في الصلوات ونسمعه في المناسبات ونسمعه في الخلوات وفي الجلوات. فبقى عندنا نبي مقيم، مش محتاجين بقى ايه نبي ثاني. فالحمد لله. ففي انت في بعض الناس بقى اللي ما عندهمش يعني صبر في قراءه مثل هذه الكتب المسانيد، يقول لك شوف يضيع وقتنا، طالح ابن يزيد ولا طالح ابن زيد هتفرق ايه يا اخي؟ ما وزي أنيس منصور لسه من يومين كاتب مقالة على إيه، بيقول إن واحد كان بيسمع مش عارف الفضائيات إيه، فقعد يتناقش ربع ساعة علشان يميز بين عياش بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش علشان رواية أحد الأحاديث. فبيقول ضيع وقتي وربع ساعة ويتكلم، أنا مالي بعياش ولا إسماعيل ولا إسماعيل ولا عياش. ابن أنيس منصور نفسه يقول في الأهرام أول إمبارح أو من ثلاث أيام، لانه مش عارف قيمه هذا، ان لولا هذه الدقه ما كانش وصل له كلام النبي. لولا هذه الدقه ما كناش نقدر، هنبقى زي النصارى بقى وزي اليهود، هيبقى القران بتاعنا مش موثوق فيه ولا كلام النبي موثوق فيه. لكن الحاجات الدقيقه دي مهمه، لان هي دي الاله اللي بيها حافظنا اخبار دينا. فالعجيب ان الناس على ثقافه وقراءه واتساع ومعلومات انيس منصور ومن الناس الموسوعيين في الاصطلاح بتغيب عليه حاجات بسيطه زي ما يلقش. وده راجل موسوعي، ده قضى عمره كله في الكتب يقرا، قرا كل حاجه في الدنيا. لما لكن عيب ان هو ايه ما يعرفش قيمه التدقيق في الاسانيد، لان بيها تعرف الاخبار منضبطه، والا هتبقى اشاعات ما تعرفش توثقها. فربنا ينجينا. وعن ابي قال حدثنا عيسى بن عثمان ابن اخي يحيى بن عيسى قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي زر بن حبيش اللي هو صاحب ايه اسانيد القراءات في القران، عن كعب عن ابي بن كعب وعن علي بن ابي طالب وعن عثمان بن عفان اللي هو ايه اسناد عاصم قراءه عاصم اللي هي زر بن حبيش، عن ابي بن كعب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان عن رسول الله عن رب العالمين عن جبريل عن رب العالمين عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال لقد عهد الي النبي الامي صلى الله عليه واله وسلم انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. قال علي بن ثابت انا من القرن الذي دعا له النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قول لقد عهد اي اوصى النبي الامي بدل من النبي انه الضمير للشأن، لا يحبك الا مؤمن اي لا يحبك حبا مشروعا مطابقا للواقع من غير زياده ونقصان ليخرج النصيري والخارجي. فمن احبه وابغض الشيخين النصيريين طوائف في سوريا منهم حافظ الاسد والنبي النصيريين، وهم عندهم اعتقادات فاسده كثيره جدا متعلقه بالديانات، ودينهم خليط من الاسلام على اليهوديه على النصرانيه على الاساطيره على غريب دين غريب كده طلب. فربنا ينجينا وينجينا. وبلغوا وقالوا ان ربنا حل سيدنا علي وقالوا يعني كلام غريب الشكل كده اليوم كلام غريب. فدول ان هم المصيريين اللي هم الفرنسويه لما احتلوا فرنسا وعرفوا ان هم هيسيبوها سلحوا المصيريين. فلما قامت الثوره سابوا مين؟ سابوا المصيريين هم اللي يحكموا المسلمين. قال السنه. فصار المسلحين في الشام هم النصيريين. شفت اللعبه بتاعتي؟ زي برضه لما الانجليز فكروا يسيبوا الهند بسبب المقاومه سلحوا الهندوس. عشان لما يسيبوا الهند يحكمها الهندوس مش المسلمين. والهند كان يحكمها المسلمين 600 سنه. لما جم الانجليز احتلوها ابتدوا بعد كده يسيبوا المسلمين يشتغلوا في الصناعات والعلوم والحاجات دي ويسلحوا مين؟ الهندوس والصين. يبقى هم دول الجيش. فلما تقوم الثورة يبقى الجيش مين؟ هم دول. هم دول يعملوا الحكومة. وهكذا لعبة معروفة يعني على مر العصور. ليخرج النصيري والخارجي. فمن أحبه وأبغض الشيخين مثلا كما أحبه حبا مشروعا أيضا. فمن أحبه وأبغض الشيخين مثلا كما أحبه حبا مشروعا أيضا.
زي الايه زي الجماعه اللي هم النواصب يعني والخوارج، لان الخوارج في عصر سيدنا علي كانوا خوارج، بعد ما غاب سيدنا علي اللي عادوه سموهم نواصب، واللي يمثلهم الان ايه الوهابيه والسلفيه هم اللي يمثلوا هؤلاء النواصب الى يومنا هذا موجودين ما ماتوش، مستمره كل طائفه مستمره وتولدت وتوارثت حتى يخرج المسيح الدجال هيفضل موجودين. بس ما تفتكرش انك هنقضي عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ذئبه هذا من يخرج مع الدجال. يعني من ذريه هذا، من ذريه التفكير وطريقه اسلوب الفهم للدين والحاجات دي. ربنا ينجينا. ولا يبغضك الا منافق اي حقيقه او حكما. انا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اي من الجماعه الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم والي من والاه. كما في حديث البراء زيد بن ارقم عند احمد قالوا هذا حديث حسن صحيح واخرجه مسلم. واخر حديث في هذا الباب وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم وغير واحد قالوا اخبرنا ابو عاصم عن ابي الجراح قال حدثني جابر بن صبيح قال حدثتني ام شرحبيل قالت حدثتني ام عطيه قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. شوف قد ايه بيحبه بقى النبي، كانه بيقول ربنا ينجيه، كانه بيقول ربنا ينجي علي، لانه بعث في جيش غزوه من الغزوات او سريه من السرايا، فكانه بيقول اللهم لا تمتني حتى تريني علي، يعني نجيه فارسله ايه يعني ارسله مره اخرى حتى أرى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وانما نعرفه من هذا الوجه. قول يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال اخبرنا ابو عاصم النبيل عن ابي الجراح الجهزي بفتح موحده وهاء ساكنه وزاي مجهول من السابعه حدثني جابر بن صبيح كذا وقع في النسخ الموجوده صبيح بضم الصاد المهمله وفتح الموحده مطهره وكذا وقع في الميدان وقع في الخلاصه وتهذيب تهذيب جابر بن صبح مكبر ابن صبح مكبر مش مهيب مش مصاب مكبر كاتبها مكبل هي مكبر مكان اللام والضراب يعني مره ورد صبيح للتصغير ومره مكبر صبح وضبطه حرف التخريج بضم المهمله وتكون الموحده صبح ووراثي بصري صدوق من السابعه حدثتني ام شراحيل لا يعرف حل من الثالث حدثتني ام عطيه الانصاريه صحابيه مشهوره سكنت في البصره واسمها نصيبه بالتصغير ويقال بفتح اولها نصيبه بنت كعب ويقال بنت الحارث. كانت ام عطيه هي اللي ايه اللي الحامل تولدها والعروسه تزوجها ويعني زي ما تقول ايه مسؤوله عن الحاجات المتعلقه بالستات تزوج العروسه وتغسل الميته قبل يعني مسؤوله عن الحاجات المتعلقه بالنساء وتزوق دي مش عارف ايه وتولد دي وهكذا. كانت من النساء المشاهير اللي ليهم نشاط في وسط الصحابه وكانت تدخل بيوت الصحابيات كلها. قوله فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اي حين ابتالي او عند توقع اقبالي اللهم لا تمتني بضم فكث من الإماتة أي لا تقبض روحي حتى تريني بضم فكث حتى تريني مضبوط كده بكسر الراء يعني من الإراء عليا أي رجوعه بالسلامة. قول هذا حديث غريب حسن في سند مجهول ومجهولة كما عرف. ونقف على الباب الثاني والعشرين باب مناقب طلحة بن عبيد الله وهو أيضا بقية العشرة المبشرين بالجنة نافعنا الله بهم وبعلومهم وبأنوارهم وألحقنا بهم على خير حال وحسن عقائدنا في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا وحسن ظننا فيهم يا رب العالمين. أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاة العالمين.